البداية أمي. البداية أمي، مش بس عشان هي أمي، هي ملهمتي ومعلمتي وقدوتي ورفيقة دربي وعلى خطاها نسير. أمي دكتورة نادية محمد سليمان، هي طبيبة أسنان، اتخرجت من طب الأسنان وكانت بتشتغل كطبيبة، ولكن ظل ولعها الأساسي بعلم النفس، وكانت بتقرأ كتير جداً وبتبحث في النفس البشرية وأسرارها، وبتحاول توصل إزاي البني آدم يقدر يوصل للراحة الحقيقية في الدنيا. الحقيقة هي قعدت فترة طويلة، وبعدين عند 45 سنة بدأت الدراسة الأكاديمية لعلم النفس، التحقت بكلية أداب علم نفس، وابتدت تدرس كورسات تنمية بشرية وبرمجة لغوية عصبية اللي هي كانت موجودة ومتاحة كعلم نفس في الوقت ده، وابتدت تشتغل فعلاً مع أطباء نفسيين وتدرس تشتغل في حالات يعني وتاخد سيشنز. وخلال العمل على المشاكل الحقيقية بتاعت البني أدمين، مش الأمراض النفسية، مشاكل البني أدمين العاديين، لقيت إن الحقيقة إن النظريات النفسية معظمها مش كاملة، ومعظمها بتعين المشكلة بس من غير ما تجيب علاج حقيقي للمشكلة دي، وعلاج واضح ثابت أي حد يقدر يستخدمه، وعلاج واضح ثابت أي حد يقدر يستخدمه. وابتدت أمي تدور على نظرية ثابتة واضحة، معالمها واضحة، عشان تقدر تشتغل بيها، لأن الموضوع معتمد على نظرة الطبيب نفسه، على النظرية اللي صاحبها هو اللي كأنه بيتحكم في البني آدم ده هيبقى إيه بعد كده. وابتدت تبحث وتدور، وابتدت في نظرية حقيقية، ابتدت تكتبها، واكتشفت إن مفيش وسيلة إن البني آدم يقدر يوصل في الدنيا دي للراحة الحقيقية إلا بالرجوع للفطرة، البيزك هيومن انستينكتس اللي ربنا خلقنا عليها. وبدأت في كتابة النظرية، وبدأت تشتغل بيها فعلا، وبدأ ناس تنضم للفريق اللي هي بتكونه وتعالج بيها. وقتها أنا كنت بتخرج من كلية الطب، وكنت بختار التخصص بتاعي، وعرضت عليا أمي الفكرة، وابتديت أستوعب الفكرة وأحس إن إيه ده حاجة البني أدمين كلهم محتاجينها، ده هدف عظيم ورسالة أنا عايزة أبقى جزء منها. وتخصصت في الطب النفسي وبقيت جزء من الفريق، وابتدت أمي تكتب وتدرس لنا البحث أو النظرية، وابتدينا نشتغل بيها، ابتدينا ندي كورسز زي السلام النفسي، كورسات في التربية، كورسات في العلاقات الزوجية، وقعدنا نشتغل لحد أن يشاء القدر أن أمي تدخل في عزلة، سافرت اسكندرية وابتدت كأنها بتتفرغ عشان تخلص البحث أو تنتهي من كتابة النظرية، وكانت بتكتب وتبعت لنا إحنا، ونبتدي نشتغل باللي هي بتبعته لنا وندرسه ونتعلمه، وكنا كمجموعة كأننا أخوات كلنا مجتمعين على هدف واحد شغالين عليه. ووصل عدد الورق اللي أمي بعتته لنا تقريباً لـ2000 ورقة مكتوبين بخط إيديها، هي كانت منظمة جداً، كلامها مرتب. وفي الوقت ده كان المفروض نجتمع عشان نراجع البحث ونشوف ايه اللي ناقص، ننقح العلم عشان يبقى جاهز ان احنا ننشره. في يوم 29 مارس 2017 توفت امي مره واحده، وسابتنا اجزاء من البحث، العلاج ما كانش اكتمل، ما كانش خلص، وكنا كفريق محطوطين في وضع ان مسؤوليتنا البحث والنظريه دي ونشرها والقدر الكبير من العلم اللي في ايدينا بقى مسؤوليتنا احنا عشان ننشرها. بس الحقيقه كان لازم ناخد استاب باك
لأن النفس البشرية ما ينفعش نلعب فيها، يعني ما ينفعش نقول حاجة وبعد شوية نغير رأينا ونغير اللي احنا وصلنا له. وبدينا وقفنا الكورسز اللي كنا بنديها وابتدينا بس في private sessions نبحث وندور وننقح العلم، وكنا كل ما نكتشف جزء جديد من اللي ما كانش مكتوب كأننا بنكتشف حاجة بجد، علم بجد. 7 سنوات عدوا وأخيراً ابتدينا ندرك العلم. في فرق كبير ما بين البني آدم يبقى فاهم حاجة وإنه أدركها بمشاعره، عاش فيها، اتغير بيها، حياته كلها اتغيرت من خلال اللي هو تعلمه ده. وابتدينا نعمل بودكاست، كان حد من شباب بداية هو اللي شجعنا عليه، وأجزاء حقيقية من البحث ابتدت تبقى واضحة ومكتوبة وإن شاء الله قابلة للنشر، وقريب ننزل الكتاب. طيب إيه هي النظرية؟ هكلمكم ببساطة كده لأن هو الموضوع الصراحة يعني it's very deep، بس يعني هحاول أكلمكم بشكل بسيط. الأساس إن إحنا نرجع النفس البشرية للفطرة اللي اتخلقنا عليها. ربنا خلقنا بنحب نفسنا وبنخاف عليها، وبنبتدي من خلال الدافع دوت نطلب احتياجاتنا، ولما بنشبع بشكل فطري مناسب لينا كبني أدمين بنرتاح. طب لو ما حصلش إشباع بنتألم وبنعبر عن ألمنا ده وبنرفض اللي مش مناسب لينا. التجارب الحياتية ما بتبقاش that simple، بيبتدي نخاف بس مش على نفسنا، نخاف من الآخر، نخاف من فقد إشباع معين، من فقد تقدير، من فقد حب من أشخاص قريبين منا. نبتدي نعمل مش عشان نفسنا، عشان حد تاني أو عشان خوف جوانا، وبنبتدي نبني زي طبقات من، خليني أقول، التشوه، لأن هو ده اللي بيبقى تعبنا. طبقات من التشوه بتغطي الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها، والطبقات دي من كتر ما بنتعود عليها اكشلي ما بنبقاش عارفين عن نفسنا الا الطبقات دي، وبنبقى فاكرين ان هو ده احنا وهي دي طريقتنا وبندافع كمان عنها، وبنفضل مش مرتاحين لان مفيش سبيل حقيقي ان البني ادم يرتاح الا انه يفهم نفسه ويشيل الطبقات دي ويتحرر منها ويرجع للفطره اللي اتخلق عليها، اللي فيها حب حقيقي لنفسه، يقدر من خلاله يحب الآخر بشكل فطري ويحب كل حاجة بشكل فطري مناسب ليه. في الآخر هقول لكم إن إحنا كبني أدمين ما ينفعش أبداً تبقى البداية إلا مننا إحنا، بداية التغيير في أي حاجة. ما ينفعش أبص على اللي قدامي أقول هو هيتغير في إيه. It has to start from your journey, from yourself. إنك تبص deep inside you، تكتشف الطبقات دي اللي غطتك، اللي عمرك ما هترتاح غير لما تتخلص منها. Maybe وأنا بقول كده كل واحد عمال يقول هي إيه الطبقات دي، هي ممكن يبقى شكلها إيه، بس actually it's a journey of a self-discovery. You have to go through it and dig deep inside it. لأن الطبقات دي بتبقى كأنها حواجز بينك وبين الناس اللي بتحبهم، انك تقرب منهم، انك تعبر عن مشاعرك ليهم، انك بجد تشاركهم احلامهم. الحلم اللي انا شاركت امي فيه اعتقد لو كانت الحواجز دي موجوده ما كنتش قربت منها وشاركتها في حلمها. يبقى رحله الانسان مع نفسه it's not an option، you have to go through it and it's never too late. ابتدي في اي وقت. It's always a chance to start. مش مهم هوصل لايه، المهم ان رحلتي في اكتشاف ذاتي او في اكتشاف حلمي او في اكتشاف اهدافي في الدنيا ابتدي فيها، حتى لو انا بقول لنفسي خلاص الوقت عدى، مفيش وقت بيعدي. Whenever you start as long as ان الطريق هو ده طريق الحق او طريق صح
ابتدي ومش مهم النهاية هتبقى فين، المهم بقى على الطريق. Don't take existing knowledge for granted. لو احنا بنتعلم حاجات وما شكناش فيها او ما حاولناش ندور على العمق بتاعها او الحاجة المناسبة اكتر لينا، عمرنا ما هنكتشف حاجة جديدة. We will just follow the flow of knowledge, the flow of everything. لا, we have to put our own print in anything we start, in anything we learn. عشان كده العلم هو أعظم حاجة البني آدم ممكن يمشي وراه. To leave an imprint. أمي رحمها الله لما ابتدت عند 45 سنة رحلتها في تعليم هي ما كانتش عارفة نهايته إيه. النهاردة بعد 20 سنة وبعد 7 سنوات من وفاتها، هو في فريق كبير لسه بيتغير ولسه عايش بالفكر ده وبأثرها اللي ثابته جوانا، ولسه بنأثر بيه على بني آدمين تانيين، ولسه ماشيين على خطاه. شكراً.